اليوم اللي احس اللي اليوم بيصير طقاق يا عمده. شوف اخذ النظاره يا عمده. هلا ابوي ترى احنا شوف احنا احترام انا مرتين ثلاث أربعة ما ينفع. دقيقة بس بجيك 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 سعد سعد بجيك بس بسلم على سعد مين؟ لا 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 بسلم على محمد بجيك بس دقيقة دقيقة ترى صار عمدة يا سعد. السلام عليكم. من العمدة؟ الرجال ذا مهند الصدر. اي خلاص مهند رائد اعمال. انت العمدة صح؟ خلاص انزين انت العمدة مع احترامي الشديد. انا من معكم مطبخ ترى اليوم انا عمدة. انا داري انا جيش. لا 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 من كذي دام هو العمدة ممكن اعرف المتسابقين اني انت مشرف عليهم وينهم؟ انا سؤال وينهم؟ انا قلت كل واحد منكم شفت واحد منهم جاني بلبس يعني ما يليق فقلت حمد سعود موجود لابد انك ليش هم تعتبر بكامل اناقتك. لا جاي واحد عليه هنا قهوه والثاني سلامات يعني. تدري ان في قهوه على خشمك الحين؟ انا ادري. تدري ايش حط على خشمي؟ ايه؟ عشان المزاج يروق شوي في دمك على خشمي فيه والله العظيم. طيب اسمع حبيبي وش طبخه وش طبخه الشباب اليوم لان احب اليوم اهتم في تفاصيل لا الشباب. انت حافظ انا مقدم مو شيف. ايه لا هو العمدة بس انا ساير تسمح لي بس انا بما اني عمدة ثواني خلني اشوف دخلت واشيك على 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 طبق الشباب اليوم اللي بيسوونه منافسة حقوقي. ليش؟ ليش؟ لان الان انا زي ما تقول المسؤولة وهذا اسمه انا الحين بخصم عليه. قول ليش؟ انت تخصم علي انا؟ اي نعم. من ابسط حقوقك. قول ليش؟ من ابسط حقوقك. قول ليش؟ بدون ليش؟ ليه؟ قول ليش؟ ليش؟ لان بدات الحلقة. حلو. هاي الشيء الاول. حلو. شيء ثاني انت ما استأذنت عن دخولك الحلقة. ممتاز. حلو. شيء ثالث الاصل تجيب المتسابقين تجيبهم كذي. حلو منتفهم اخوي. انا تراني انا عمده وليس بودي جارد فانا اجي بس اشيك على وضع المتسابقين. عمده ذليت طبعا معاون ابو مشعل يمثل العمده خير تمثيل. معك السلام عليكم استاذ سائل. معك الدكتور نزل. ناقصك شيء ابو فراج؟ لا لا تبي شيء؟ لا حبيبي اذا حد قال لك شيء من المقدم او شيء علمني بس. اسمع ارسل لي بس معلش تعال صوت الصدى ترى طالع بس قل راي كمان بس واجيك الان. لا لا خلي خلي روح راوني ايش بتسوي. راوني ايش بتسوي؟ روح من انا. اي راوني يلا. أستدري إني أقدر على كل الناس اللي عليك أنت. هاي حتى على الشيف. والشيف بعد. مسكتني مع يدي اللي توجاني والله. أنا اكتشفت إن اثنينكم الأمان لكم طلعت عندي خلاص. الله الله الله. حتى يوسف. من يوسف؟ حتى حسن. طليان والله أخوك. حسن مو موجود اليوم بشرك فنقش. آخر الشهر رزق. فنقش حسن. تكسرها بالعافية يا رب. الله يعافيك. أول مرة أشوف نظارة يبطلونها كذي. ها شلون أجلس؟ لا النظارة سيدة اللبس شيخ. لا أنت مسكرها. إيه. انت كذا حاطها سويت انا كذا. اي ما يفتشونها كذي انا تخترب والله. اي نعم. انا اقول ليش نظاراتي تخترب؟ تخترب انت ايه؟ تطنز. لا والله ما انت لما انت لما تقلدني تطنز يعني؟ لا ها اتطنز. تطنز؟ ايه؟ انا ما اتطنز. حلو زين حبيبي اول شيء شكرا لك. الله يرفعك على حضورك الفخر. الله يسلمك. شكرا لك على ادائك الجميل. الله يسلمك. باذن الله بنشوف شيء جميل في اعمالتك. بس اتمنى من كل قلبي انك تجيب لي الشباب لأن ثلاث دقائق مايو منهم اللي مع عندي مهند ونايف الأكلبي مايو خمس دقائق مايو والله العظيم ما يدخلون الفقرة ما يدخلون الفقرة اليوم. لا 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 حمد عشاني نايف الأكلبي ومهند الفيصل خمس دقائق مهند ونايف ترى تعبانين واحدة وربع مايتو بيتم السحب على اثنين غيركم وانتو صفر مع خصم على عدم دخول الفقرة. لا 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 مو مش مع احترام شديد لكم نايف الأكليبي وهذا الفصل لو سمحتوا ارهج الرجال مع حمد قل له الهم.